مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من المنتصف تولك. مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات بعد حصوله على أزيد من 90% من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول من الانتخابات، بدأت عمليا تتضح مخرجات المسار السياسي برمته في هذه المحطة، وكذا معالم المرحلة المقبلة في تونس، مع توجه الرئيس المنتهي ولايته إلى مواصلة المسار الذي بدأه في ظل وضع اقتصادي واجتماعي عسير. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس فاتح الفالحي مراسل ميديا تي في، وينضم إلينا أيضا الأستاذ الجمعي القاسمي المحلل السياسي التونسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ فاتح الفالحي مرحبا بك. إذن ماذا عن آخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في تونس؟ أهلا وسهلا محمد. بعد أن أفرزت وتحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية، انتظرنا ردود فعل من المعارضة ومن المترشحين المنهزمين في هذه الانتخابات الرئاسية. إلى حد الآن صدر فقط موقف من حملة العيش الزمان، بيان صدر عنها و أكد فيها أن الانتخابات انتهت وبأن لابد من تهدئة سياسية في البلاد، والحملة دعت الرئيس التونسي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في البلاد. في المقابل المترشح زهير المغزاوي قال بأنه اليوم على الساعة 8 سيلقي كلمة، يتوجه بكلمة للشعب التونسي في انتظار موقفه من هذه الانتخابات، موقفي من نتائجها. نعلم أن زهير المغزاوي وأيضا حملة العايش الزمال رفض بشدة في البداية نتائج استطلاع الرأي، وقال بأنه لا يتناسب مع الحقيقة ومع حجم المصوتين لفائدتهما، ولكن بعد النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات ما زالت الأمور لم تتضح فيما يتعلق ب هذين المترشحين، وأيضا فيما يتعلق بالطعون، هل هنالك طعون ستكون في هذه الانتخابات انطلاقا من رفض المعارضة لهذه الانتخابات واعتبارها أن انتخابات غير شرعية، وبالتالي سنرى في الساعات القادمة هل هنالك سيكون هنالك طعون في نتائج هذه الانتخابات أم لا. المواقف السياسية إجمالا ما زالت إلى الآن لم تتبلور ولم تصدر في انتظار الساعات القادمة. طيب شكرا لك أستاذ فاتح الفالحي، أرجو أن تبقى معنا لو تكرمت. أستاذ الجمعي القاسمي من تونس أيضا المحلل السياسي أرحب بك. كيف استوعبت النخبة السياسية والفرقاء السياسيون في تونس النتائج الأولية المعلنة؟ تحياتي لك سي محمد ولضيفك سي فاتح ولكل مشاهدي ميديا أن تي في. دون شك الشارع السياسي بشكل عام وخاصة نخبه السياسية ومنظماته وجمعياته استقبل هذه الانتخابات بنوع من اللا اهتمام باعتبار أن النتائج كانت تبدو واضحة سلفا بالنظر إلى ما ساد وأحاط بمجريات هذا الاستحقاق الرئاسي من رياح كثيرة، بدأت بالشروط المجحفة بحسب وصف العديد من القوى السياسية، وكذلك أيضا بملاحقة المرشح رقم واحد وأقصد بذلك العياشي الزمان ووضعه في السجن، ثم القوانين الأخرى التي اتخذت على مستوى تمويل الحملة الانتخابية الذي كان في حده الأدنى، الأمر الذي لم تشاهد تونس حملة انتخابية بالمعنى المعروف، وهذا ما يفسر إلى حد ما هذا العزوف الذي رأيناه في الإقبال على صناديق الاقتراع، باعتبار أن نسبة المشاركة ب 28.8% تبقى نسبة ضعيفة بالمقارنة مع الحجم الانتخابي الذي قارب على 10 مليون ناخب. لجملة هذه الاعتبارات يبقى هذا الاستحقاق الرئاسي
بما أحاط به من ملابسات وبما ساد مناخه الأول من توتر وتشنج في كثير من الأحيان، كانت النتيجة على هذه الصيغة التي أعتقد أنها أعادتنا إلى الوراء وليس عدم العودة للوراء، باعتبار أن 90.69% لم نشهدها إلا في الحقبات ما وراء الوراء. طيب شكرا لك أستاذ الجمعي القاسمي، أرجو أن تبقى معنا لو تكرمت. أستاذ فاتح الفالحي، عمليا ومن خلال أيضا مشاهداتك وملاحظاتك أيضا في المشهد السياسي في تونس بعد إعلان هذه النتائج الأولية، هل انتهى عمليا المخاض السياسي؟ معروف أن تونس فيها لنقول قوى حية، نتحدث عن المحامين، نتحدث عن الاتحاد العام للشغل في تونس وعدد من هيئات المجتمع المدني في تونس، هل بالفعل تم هضم النتائج التي تم الإعلان عنها والآن الجميع ينظر إلى المستقبل، أم أنه لا تزال هناك في الأنفس شيء من حتى؟ نعم محمد، مع مبادلة التحية للأستاذ الجمعي القاسمي الصديق العزيز، بداية النتيجة كانت ربما صادمة للبعض ولكن مرتقبة لعدد كبير من المتابعين والملاحظين، وبالتالي فإن نسبة البون الشاسع بين الفائز الأول والفائزين أو الخاسرين بعده يبرز بجلاء أن المعارضة ربما في تونس لم تستوعب الدرس ولم يكن لها الثقل الكبير لتعبئة الشارع. الشارع التونسي محمد في الواقع، نعود قليلا إلى نسبة العزوف وهي نسبة كبيرة، تقريبا أكثر من 70% من الجسم الانتخابي لم يشارك في هذه الانتخابات. هنالك سببان رئيسيان حسب على الأقل ما تابعناه. السبب الأول أن عدد كبير من التونسيين يعتبر بأن هذه الانتخابات هي محسومة سلفا ولا تتوفر فيها شروط ومقومات التنافس النزيه والديمقراطي، وهنالك شق آخر يعتبر بأن هذه الانتخابات لن تأتيه بجديد، لن تفيده في وضعه الاقتصادي المتدهور في وضعه الاجتماعي. أنا أعطيك فقط معطى أن خلال الانتخابات في هذا نهاية الأسبوع هنالك 325 تونسي وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا، هنالك واحد من اثنين من التونسيين يريد الهجرة إلى الخارج، وبالتالي فالطبقة السياسية قبل أن تفحص نتائج الانتخابات عليها أن تراجع نفسها وأن تقدم بديلا يمكن أن يستقطب كثير من التونسيين. الآن المعارضة التي قالت بأن منذ البدء تشكك في شرعية هذه الانتخابات، سنرى ما هو موقفها، ولو أن مثلا الخمسة أحزاب التي أعلنت، الخمسة أحزاب اليسارية التي أعلنت منذ البدء مقاطعتها لهذه الانتخابات، قالت بأنها سيكون نضالها سلميا وربما نضالها في الشارع ضد الرئيس التونسي قيس سعيد لرفض الوضع العام بالبلاد. وربما فقدنا الاتصال بالأستاذ فاتح الفالحي مراسل ميديا ان تي في بتونس، سيعود معنا من دون شك. أستاذ الجمعي القاسمي، حديث مراسلنا أيضا يقودنا إلى المعارضة في حد ذاتها، والعديدون أخذوا على المعارضة أنها وإن كانت واجهت في الواقع إجراءات من السلطة وتواجه السجن وغير ذلك، ولكن أيضا كانت هناك ملاحظات بشأن غياب موقف موحد أو غياب موقف براغماتي في الفترة التي سبقت يوم الانتخابات. كيف تقيم أداء المعارضة في المرحلة السابقة؟ يعني دعني أشير أولا إلى ملاحظة في غاية الأهمية يفترض على علماء الاجتماع التوقف أمامها بشكل كبير، ألا وهي نسبة مشاركة الشباب وهي 6% فقط في هذا الاستحقاق الرئاسي. بالعودة إلى سؤالك، دون شك المعارضة منذ سنوات
تعيش حالة من التشتت، بل أقول حالة من التيه والضياع نتيجة المواقف المتشنجة حينا والمتوترة حينا بغطاء الأيديولوجيا الذي منعها من الذهاب نحو توجه براغماتي في مثل هذه المحطات السياسية الهامة لإيجاد الشخصية الجامعة القادرة على ما واجهت من هو في السلطة أو خلق بديل قادر على قيادة البلاد. هذه المشاكل التي تعاني منها المعارضة تعمقت خلال الفترة الماضية نتيجة جملة من الأسباب. ما هي أبرز أخطائها؟ الأخطاء هي عدم قراءة الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد بشكل واضح ودقيق، وكذلك أيضا ابتعادها عن هموم الشارع، أي بمعنى آخر تقوقعها خلف شعارات أيديولوجية لا تعني بالنسبة لرجل الشارع أي شيء. هذان العاملان جعل المعارضة إلى جانب طبعا مرض الشخصنة، بحيث أن كل زعيم حزب يرى في نفسه أنه الزعيم الأوحد وليس على استعداد لمد يده إلى الآخر المعارض رغم القواسم المشتركة العديدة بينهما. هذه العوامل المجتمعة جعلت هذه المعارضة تعيش كأنها في تلة بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي لرجل الشارع الذي أيضا له اهتماماته، له انتظاراته، وقبل ذلك له همومه، وبالتالي أي كان في السلطة فهو سيصوت له على أمل أن تصطلح الأمور في قادم الأيام، رغم أن الأزمة كما قلنا سابقا هي أزمة عميقة متحركة في اتجاهات متعددة وبحاجة إلى وحدة وطنية بأتم معنى الكلمة لتجاوز مثل هذه الأزمة، بل أقول لمعالجة العوامل التي أدت إليها. شكرا للأستاذ جمعي القاسمي، يبقى معنا لو تكرمت. أعاد معنا الأستاذ فاتح الفالحي. فاتح الفالحي، كنت بصدد الحديث طبعا عن ضعف العرض السياسي المقدم للمواطن التونسي في هذه المرحلة التي سبقت اللحظة الانتخابية، وطبعا الحياة التونسية في البلاد تعج بالفاعلين وفي صدارتهم أيضا الاتحاد العام للشغل في تونس، النقابة الكبيرة المؤثرة في المشهد. هل صدر عنها بالفعل موقف من المسار برمته بمخرجاته الحالية أم لا؟ للأسف الشديد هنالك منظمات كبرى محمد ضعف دورها خلال الأشهر الأخيرة ولم يعد لها حتى صوت. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان على الأقل يدافع على الطبقة الشغيلة لم نلحظ له ثقل سياسي خلال الأشهر الأخيرة، وكأنه انسحب من الحياة السياسية بشكل عام. لا نتحدث عن بقية المنظمات الكبرى كاتحاد الصناعة والتجارة وغيره، وهي منظمات تقريبا شبه منسحبة من الحياة السياسية. هناك شبه تصحر سياسي للأسف الشديد محمد، على اعتباره أن الأحزاب السياسية لم تعد لها ذلك الثقل الكبير الذي كان يمكنها من التأثير في الرأي العام ومن تأطيره ومن التعبئة الشعبية والسياسية. للأسف الشديد لا ندري، ربما هذا من تأثير النظام السياسي الذي أتى به قيس سعيد أو توجهاته الذي كانت من البداية يعتبر أن الأجسام الوسيطة كالأحزاب والمنظمات المدنية ليس لها دور كبير بالنسبة إليه، وهو يريد مباشرة أن يكون اتصاله بالشعب التونسي، وليس أدل على ذلك من أن الاجتماعات التي كانت في العادة من تقاليد الرؤساء السابقين مع المنظمات الاجتماعية الكبرى كاتحاد الشغل أو الاتحاد الصناعة والتجارة أو حتى اتحاد الفلاحين لم تعد موجودة بتاتا بالنسبة إلى هذه الفترة، والرئيس التونسي تقريبا في قطيعة تامة مع هذه المنظمات وهذه الجمعيات، عدا هنالك بعض الجمعيات المدافعة
عن الحقوق والحريات كالرابطة أو كنقابة الصحفيين أو كالشبكة التونسية للحقوق والحريات والتي تشكلت خلال الأسابيع الماضية، لها وزن ولها تحركات في الشارع صونا للحقوق والحريات والدفاع عنها. عدا ذلك فتقريبا هنالك انسحاب من المجتمع المدني، أذكر هنا المنظمات الكبرى، ليس لم يعد لها ذلك الثقل الذي كنا نلحظه قبل ما أخذ الرئيس التونسي كل السلطات بيده بمقتضى دستور 2022. شكرا لك أستاذ فاتح الفالحي. أستاذ الجمعي القاسمي، باستحضار طبعا المعطيات التي الآن هي محددة في المشهد السياسي في تونس، يقول مراسلنا أيضا تراجع المنظمات التي كانت تقليديا مؤثرة في المشهد، غياب بدائل حقيقية، كيف تلوح المرحلة المقبلة على عهدة ثانية للرئيس التونسي قيس سعيد؟ كيف تلوح لك يعني الوضع، معالم الوضع في تونس؟ يعني باعتقادي أن تحديات كبيرة وجسيمة ستكون ماثلة أمام الرئيس قيس سعيد، أولا باعتبار هذه الولاية الرئاسية الثانية التي يفترض أن ينطلق فيها إلى مرحلة البناء والتشييد كما جاء في شعاره الانتخابي، والانطلاق في هكذا بناء وتشييد باعتقادي يستدعي وحدة وطنية بأتم معنى الكلمة، يستدعي حوارا جامع مع مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والاقتصاديين، دون ذلك باعتقادي سيصطدم بطبيعة الأزمة الراهنة. النقطة الثانية، أهم شيء باعتقادي على القوى السياسية مجتمعة بمختلف عائلاتها الفكرية أن تواجه نفسها وأن ترى نفسها في المرآة لجهة القيام بنقد ذاتي حقيقي والتأسيس لطبيعة هذه المرحلة التي ستكون صعبة. صحيح أن هناك بعض البوادر التي تؤشر على أن المجتمع المدني في تونس لن يسكت على ما هذا الوضع، باعتبار التأسيس الذي جاء قبل نحو أسبوعين للشبكة الدفاع عن الحريات والتي قامت ببعض التحركات على مستوى الشارع. نأمل في قادم الأيام، بمعنى خلال هذه المرحلة الجديدة، أن تتكاتف وتتضافر جهود الجميع لإيجاد نوعا من الخيمة المجتمعية لمثل هذه الأحزاب السياسية لتتحرك تحتها، مع تحريك واقع المنظمات الوطنية الكبرى، وأقصد بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يجب الاعتراف بأنه يعاني العديد من المشاكل الداخلية التي أثرت على دوره الوطني. ثم لا ننسى منظمة أصحاب أرباب العمل التي انسحبت خلال السنوات الماضية من المشهد السياسي، عليها الآن أن تعود، خاصة وأنها عضو من الرباعي الذي نال جائزة نوبل للسلام في العام 2014. اليوم طيب، على هذه المنظمة أن تتحرك، باعتبار أن العنوان الأبرز في قادم الأيام سيكون عنوانا اقتصاديا. شكرا جزيلا لك الأستاذ الجمعي القاسمي المحلل السياسي التونسي، ونشكر ضيفنا أيضا مراسل ميديا تيفي بتونس فاتح الفالحي على مشاركته القيمة معنا. أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار عن الوضع في تونس، عن مستجدات الانتخابات في تونس وأخبار المغرب والعالم على منصتنا media.news.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.